اهلا بحضراتكم من جديد. نبدا بتجربه او الكلام اللي نسب لحضرتك انك ليس لديك اي مانع من تدريب نادي الزمالك، والبعض قالوا ليه لا؟ طب ما الكابتن محمود الجوهري هذا الرمز والاسم الكبير درب نادي الزمالك وحقق نجاحات وانت مدرب محترف. البعض شاف انه ما فيهاش مشكله، والبعض قال انه انتماء حسام البدري للنادي الاهلي يمنعه من ده، والبعض قال ان الخلافات اللي موجوده بلاش خلافات، انه انت بعيد بلاش خلافات. انا صلحت اهو ان انت بعيد الفتره اللي فاتت دي عن النادي الاهلي، فانت كراجل مدرب دربت الاهلي ودربت المنتخب ودربت امبي ودربت عدد من الانديه داخل مصر وخارج مصر، ايه اللي يمنع؟ انا الموضوع ده اتطرح اكتر من مره، تمام، وكابتن شوبير انا اكدت ان النادي الاهلي اكتر من مره، يعني فوضوك كلموك بعتوا لك؟ لا يعني اتطرح اكتر من مره. حته حد من نادي الزمالك جاوبني بصراحه، ده سؤال مهم، حد كلمك من الزمالك خد رايك من المسؤولين في الوقت الحالي؟ اي وقت؟ لا كان قبل كده في اقتراح، قبل كده تمام، كان قبل كده في كلام وكده قبل كده، وفي نفس الوقت يمكن نفس الرساله ان انا هقولها دلوقتي. ايوه، بلغت ان نادي الزمالك نادي كبير، وطبعا يعني شرف لاي مدرب ان هو يتولى اداره نادي الزمالك، لكن نادي الاهلي والنادي الزمالك لاولاده. لاولاده دي كلمتك يعني دايما. دي كلمتي انا بفضل. يعني لو انت بتفكر في مدرب وطني او محلي او مصري، يبقى الافضل انك انت تجيب حد من ابناء النادي. فانا انتمائي للنادي الاهلي. نعم. فصعب جدا او ما ينفعش يعني نادي الزمالك لولاده. يعني انت قلت كل الاحترام لنادي الزمالك طبعًا، لكن انت من ابناء النادي الاهلي طبعًا، وكل طبعًا نادي يعني اولى باولاده، أولى بالذات الاهلي والزمالك يعني. طيب، الا لو في وجهه نظر تانية في بعض المدربين من خارج الاهلي والزمالك ممكن، يعني زي ما كان في تجربه للزمالك قبل كده ايهاب جلال مثلا، يعني ممكن وارد، لكن انا دايما بقول ان الافضل الاهلي والزمالك لاولاده. ده يخليني اسالك كابتن حسام، انه حلم او رغبه او امل العوده للنادي الاهلي ما زال بيراودك؟ اكيد يعني، اكيد او ليه لا. اكيد يعني، لو ليه لا ده سؤال منطقي جدا طبعًا. ليه لا وليه لا طبعا. اكيد طبعا. انت مش شايف انه في اي اسباب تمنع عودتك لتدريب النادي الاهلي؟ لا خالص خالص على الاطلاق. خالص. طيب،